أسباب تصاعد هذا العنف ما إن كانت له مبررات محددة. بلغت أعداد المصابين أمس في محافظات القاهرة وكفر الشيخ والغربية والإسكندرية والشرقية أكثر من 160 مصابا، وحسب ما أشار إلى ذلك تقرير هيئة إسعاف مصر. حول أسباب تصاعد العنف وطبيعة الأهداف من وراء مهاجمة مؤسسات الدولة وتأثير ذلك على الوضع السياسي في البلاد تدور قضية اليوم. نتلقى مشاركاتكم ومداخلاتكم في البرنامج عبر الهواتف التي تظهر على الشاشة، كما نتلقى مشاركاتكم عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر. قبل ذلك دعونا نتابع هذه اللقاءات التي أجراها قبل قليل الزميل محمد الغزالي في الشارع لاستطلاع آراء المواطنين حول هذه القضية. يبدو أن لدينا بعض الوقت، سوف ننتظر لحين الانتهاء من إعداد هذه الفقرة. سوف نستمع مباشرة إلى آرائكم واتصالاتكم التليفونية. أول المتصلين معي محمد من الجيزة. أهلا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يعني هل تعتقد أن موجة العنف التي رأيناها على مدى الأسابيع الماضية هل هناك ما يبررها؟ هو إذا كنا هنقول ما يبرر موجة العنف لازم نشوف إيه الهدف من المظاهرات. في دعوة بأن يعاد تعديل مواد في الدستور. إذا إحنا نظرنا نظرة على الدستور وافترضنا لمدة ثواني إن فعلا انتقت إرادة النظام والمعارضة على آلية تعديل الدستور وتحديد المواد المطلوب تعديلها، نفترض هذا وإن النصوص الجديدة المقترحة اتفقوا عليها، هل هيتم تفعيل المواد الجديدة حاليا ولا لازم ننتظر تشكيل مجلس الشعب أو مجلس الأمة؟ وقبل تفعيلها يجب طرحها للشعب عشان يستفتى عليها. إذن المطالبة دلوقتي بتعديل المواد الدستورية حاليا في الفترة الحالية دي مش مطالب شرعية، المطالب وهمية، مش هي دي اللي يتحرق عشانها المدرعات في قلب ميدان التحرير. انهي ماده في مواد الدستور هتسمح بحرق المدرعات، وانهي ماده هتسمح باختطاف لواء شرطه وتعذيبه ويسيبوه بين الحياه والموت؟ اذا احنا بنطالب بمواد دستوريه، هل اللي احنا فيه دلوقتي، هل حضرتك تذكر السفينه تايتانيك اثناء لحظه غرق السفينه تايتانيك، هل تتخيل شخص يصر بعناد ان هو يقوم بترتيب المقاعد على ظهرها وهي بتغرق؟ مش معقول كده. يعني في مطالب ممكن تبقى مقبوله. انا عايز اقول حاجه، احنا كنا قبل كده في جمعه اسمها جمعه الكارت الاخير وبعدين الانذار الاخير وبعدين جمعه الانذار الكارت الاحمر وبعدين جمعه الخلاص وبعدين مش الاسماء دي كلها بتذكرنا بمشهد في الأفلام العربية القديمة اللي قناة الجزيرة سمح الله خلت النهاردة 90 مليون متعلقة عينيهم على قناة الجزيرة ما بيسيبوهاش وناسوا الأفلام العربية والمشاهد المؤثرة. مشهد أحد السادة تجار المخدرات كلما جلب صنفا جديدا من المخدرات يطرح له اسم جديد، وجمعة خلاص إيه؟ في أسماء غريبة. طيب يا أستاذ محمد، أستاذ محمد، يعني قضية الدستور ليست القضية الوحيدة التي يخرج الناس في الشارع للمطالبة بتحقيقها أو تعديلها، هناك أيضا قضية استكمال تحقيق أهداف الثورة. نعم، وهناك أيضا تعديل المواد التي سيتم إجراء الاستفتاء عليها. قانون الاستفتاء، أقصد قانون الانتخابات. أهم التعديلات المطلوبة في قانون الاستفتاء، قانون الانتخاب،
هم يطالبوا بوضع المرأة في قائمة في القائمة اللي هي سيكون جزء للقوائم وجزء للمستقلين. طيب يا أستاذ محمد، أستاذ محمد، يعني نريد أن نجمل ما قلت الآن، هل أنت تريد أن تقول أن هذه المطالب ليست ولا يمكن أن تكون مبررا لأن يقوم البعض بالعنف؟ لابد أن نرى جميعا أن ما يحدث الآن هو وراءه أهداف أخرى خالص. ولو أنا سأذكر بالقصة بدأت متى؟ في ثواني بعد انتخابات الرئاسة. كان المرشحين ترتيبهم في الأول هو الرئيس دكتور مرسي، والمرشح الثاني الدكتور شفيق، والثالث هو الأستاذ حمدين صباحي. اجتمعت قوى المعارضة كلها وطلبت من المرشح الأول الدكتور مرسي أن يتنازل حتى يحل محله المرشح الثالث الخاسر وهو الأستاذ حمدين، ورفض. ومن يومها وقالوا هو ما عندوش ديمقراطية. هل دي معايير ديمقراطية؟ طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد من الجيزة. معي الآن باسم من رشيد. أهلا أستاذ باسم. أهلا وسهلا يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما نسأل عنه، كيف تقيم ما يشوب هذه المظاهرات والاحتجاجات من أعمال عنف؟ والله يا فندم أنا يعني ما عنديش إلا تقييم واحد للي بيحصل. لو رجعت حضرتك لورا شوية من بداية الإعلان الدستوري وإيه سبب الإعلان الدستوري، طبعا يا فندم أنا متأكد وعندي يقين إن المحكمة الدستورية كانت هتحل. أنا معلش هخرج عن الموضوع شوية لأن دي نقطة وهاجل لحضرتك بعد كده في اللي أنت عايزه. أنا متأكد إن المحكمة الدستورية هتحل الجمعية التأسيسية، ولذلك الدكتور مرسي خرج بالإعلان الدستوري اللي كتير من القوى السياسية رفضوا، اللي هي بقى تسمى بالقوى السياسية. وأنا شايف إن سبب العنف الحالي الموجود هو مش عشان النائب العام ولا عشان الدستور، المواد المطلوب تعديلها في الدستور، ولا عشان إقالة الحكومة وتشكيل الحكومة. الموضوع أكبر من كده بكتير. دي مطالب محددة، أي نعم مطالب مشروعة، ولكن بدون ديمقراطية. مش العنف اللي هيقيل الحكومة، مش العنف اللي هيقيل النائب العام، مش العنف اللي هيعدل المواد الدستورية المختلف عليها. هو طلبهم الوحيد هو إسقاط الدكتور محمد مرسي. ده اللي أنا شايفه. مش ممكن اللي بتشوفوه في الشارع حضرتك، مش ممكن. لا أنا مش ما عنديش أدنى مشكلة في المواد 14، وهو بالفعل شكلت لجنة قانونية، ولكن مطلب النائب العام مطلب ثوري، عايز تعدل الدستور، عندك مجلس الشعب بعد شهرين. هي دي الديمقراطية اللي بنتكلم عليها. مش أنا أمضي وثيقة الأزهر الساعة 12 الظهر والساعة 12 بالليل أو الساعة 12 بالليل أعمل مؤتمر وأدعي لمظاهرات تاني يوم. فيا فندم الموضوع مش موضوع، يعني أنت أستاذ باسم، أنت لا تفرق بين المظاهرات وأعمال العنف. إسقاط الرئيس. وانت لا تفرق بين المظاهرات واعمال العنف. المنتخب الشرعي طبعا هم عايزين يسقطوا المشروع الاسلامي، ده هو طلبهم الوحيد. طيب. طبعا عشان يرجع بعد، طبعا الرئيس بقى له 6 شهور، هم عايزين يعدوا 4 سنين بدون استكمال لمؤسسات الدوله، لا شورى. الاول بيطالبوا بحل مجلس الشورى، وبعد كده حلوا مجلس الشعب، بعد كده ما كانوش عايزين الدستور من الاول، بعد كده اختلفوا في الجمعيه التاسيسيه، رجعوا في البدايه خالص اختلفوا على الاعلان الدستور، حتى صندوق القرض بتاع صندوق النقد الدولي اعترضوا عليه. هي قوة تعارض للمعارضه فقط. طيب انا اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ باسم من رشيد. معي الاستاذ اسامه من كفر الشيخ. اهلا استاذ اسامه. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ اسامه. يعني يبدو ان هناك اطراف كثيره تقر بأن المظاهرات السلمية ما يعكرها هو اندساس بعض العناصر التخريبية التي تريد أن تحول هذه المظاهرات السلمية إلى نوع من أعمال العنف.
هل تعتقد أنه نستطيع في نهاية الأمر، نحن ولم نستطع حتى الآن، ولكن هل نستطيع فصل أعمال العنف عن هذه المظاهرات السلمية؟ بالفعل طبعا أنا أضم صوتي لصوت الأساتذة اللي كانوا قبل مني، وطبعا يعني يا ريت أنا بأتمنى من جبهة الإنقاذ، هي مش عاجبها طبعا، وده أنا أظن يعني إن هي مش عاجبها الوضع الحالي، إن هي تسحب أفرادها من الشارع عشان نبدأ نعرف مين هم الثوار من اللي هم مش ثوار، والأعمال التخريب ديت مين اللي بيعملها؟ طيب والإعلام فين دوره في الكلام دوت؟ الشرطة أما انضرب والعسكري اللي اتحرق فين دور الإعلام في الكلام دوت؟ اتكلموا على الأستاذ حمادة ومش عارف إيه، طبعا دوت حقهم، لأن طبعا بس المفروض إن هم يقولوا برضو الناس اللي هي الشرطة اللي من الأفراد اللي منظمه اللي ضرب واللي كذا واللي كذا، دول فين حقهم؟ طيب يا استاذ اسامه، مع اقاله الحكومه بصراحه دورها مش عاجبني كتير يعني. يعني هل تعتقد انه لو استقالت الحكومه ستهدأ الامور قليلا؟ والله ده اللي انا اتوقعه، لان دور الحكومه مش عاجب كتير بصراحه، لا المعارضه ولا غير المعارضه. ده انا مع اقاله الحكومه بكل صراحه، المفروض دوت يعني شيء من الاشياء اللي هي دي المفروض، ده طلب يعني بجد طلب كويس، ان هو اقاله الحكومه طلب صحيح من مطالبهم، ولكن طيب. اعمال العنف دي كلها بصراحه ما تنفعش، لان دي كلها بتيجي على الدوله وبتيجي علينا احنا، خسائر علينا احنا، ما ترضيش اي حد. طيب انا متشكر جدا استاذ اسامه، كانت حدث الينا من كفر الشيخ. معي الآن الدكتور خالد بكري من بنها. أهلا دكتور خالد. أهلا وسهلا كريم. أستاذ خالد، يعني هل 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 سيأتي الوقت الذي نتعرف فيه على أسباب العنف؟ من الذي يثير أعمال العنف في الشارع بالرغم من أن المظاهرات تبدأ سلمية دائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الفاضل، العنف في الشارع بيحقق مقولة مبارك المخلوع يعني الفوضى، لأن هذه الجبهة التي تدعي أنها جبهة إنقاذ تعمل ضمن مخطط مبارك وأتباعه ونظامه يعني الفوضى. حضرتك بتقول لي مظاهرات، ليس هناك مظاهرات بالمعنى المعروف، المظاهرات عشناها كلنا في 18 يوم في 2011. هل من التظاهر يا أستاذ كارم أن يتم إشعال النار في القصر الجمهوري؟ هل من التظاهر يا أستاذ كارم أن يتم حرق مدرعات الشرطة؟ هل من التظاهر يا أستاذ كارم أن أقتحم مجالس المدن والمحافظات وأقسام البوليس والسجون العمومية؟ إيه العلاقة بين التظاهر وعرض مطالبي بهذه الأعمال؟ هل من التظاهر أن أنا أضرب الشرطة بالخرطوش؟ هل من التظاهر أن أنا ألقي المولوتوف على عساكر الشرطة وأحرقهم؟ هذا كله ليس تظاهر ولا مظاهر تظاهر، إنما أعمال عنف ممنهجة. طيب يا دكتور خالد الفوضى التي وعد بها المخلوع مبارك. دكتور خالد، ألا تعتقد أن هناك بعض العناصر، بعض القوى السياسية التي بالفعل تخرج في شكل سلمي للإعلان عن مطالبها؟ يا فندم، هذه القوى السياسية التي تخرج للإعلان عن مطالبها في شكل سلمي، لماذا لا تلتزم ميدان التحرير حتى تكشف هؤلاء البلطجية والمندسين؟ أي حتى في ميدان التحرير تحدث أعمال عنف وقتل. يا فندم، إحنا عدنا في ميدان التحرير ما يقرب من 15 يوم، كنا عاملين بوابات يا أستاذ كارم، ونمنع دخول سلاح، ونمنع دخول حتى قطعة خشبية بنمنع دخولها. هذه القوى السياسية التي تريد أن تنظم مظاهرة عليها أن تؤمن ميدان التحرير وتعمل بوابات تمنع دخول أي شيء يؤدي إلى العنف. أما وأنها تترك الميدان للعاطل والباطل وأطفال الشوارع لإحداث العنف والتحرش بفتيات مصر المحترمات ونساء مصر الفضليات، فهذا يصب في الثورة المضادة كما يصب في الفوضى. طيب انا اشكرك دكتور خالد بكري من بنها، معي من الشرقيه دكتور احمد. اهلا يا دكتور.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل تعتقد بالفعل يا دكتور أنه يعني على رأي المثل الباب اللي يجي لك من الريح سده والسريح، أن تمنع المظاهرات كي نمنع أعمال العنف التي تندلع بين يوم وآخر أثناء هذه الاحتجاجات؟ يا فندم حضرتك، مفروض أن المظاهرات تمنع تماما في الفترة دي بسبب لأن ما في مظاهرة خرجت في أي مكان في مصر في الفترة الحالية منذ سقوط مبارك حتى الآن إلا وظهر فيها أعمال عنف، فأصبح الآن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قد نتفق مع المعارضة في أن إحنا محتاجين تسارع الوتيرة أكثر من كده، لأن الأمور في مصر بتسوء اقتصاديا بشكل كبير، لكن المعارضة صراحة ما بتتطلعش بمسؤوليتها في الموضوع ده. المعارضة في كل الدول المحترمة بتبقى معارضة مسؤولة، بمعنى أن المعارضة بتبص وبتجعل مصلحة الدولة، مصلحة الدولة هي الأساس وهي أول حاجة بتبقى قدام عينيها. طيب يا أستاذ أحمد، دكتور أحمد، دكتور أحمد، دكتور أحمد، يعني هناك كثير من القطاعات الشبابية في مصر لا تنتمي لا لأي حزب ولا قوة سياسية معينة ولا تحسب على المعارضة، لكنها تخرج إلى الشارع لاستكمال تحقيق أهداف الثورة. إذا منعنا هذه المظاهرات، كيف يمكن أن يصل أصوات، تصل أصوات هؤلاء الشباب إلى المسؤولين، إلى الدولة، إلى الحاكم، إلى الحكومة؟ تمام. بص يا كاميرا، اعتقد حضرتك ان في وسائل اعلام حاليا وفي حريه اعلاميه هنا في مصر دلوقتي بتدفو الوصول جميع الاصوات. عندنا قنوات فضائيه شغاله ليل ونهار ما فيش وراها غير المعارضه واستضافه المعارضين، وعندنا جرايد ما عادش لها اخر ولا لها حصر، بتقدر اصواتهم توصل بسهوله وبمصداقيه اكثر من كده. يا فندم حضرتك، المعارضه مش بتقدم نفسها حاليا كبديل في الشارع السياسي. المعارضة حاليا بتحرق نفسها، يعني حتى لو الدكتور مرسي سقط، انا هفترض معاك فرض ان الدكتور مرسي سقط في الفترة اللي فاتت دي اللي جاية دي وعملنا انتخابات مبكرة، هل بيعتقد عمرو موسى وحمدين صباحي والبرادعي ان هم ممكن يكونوا بديل للدكتور محمد مرسي؟ انا هقارن ما بينهم وبين شخصية زي الدكتور محمد سليم العوا. طيب يا دكتور احمد، دكتور احمد، احنا نبتعد، احنا نبتعد قليلا عن الموضوع اللي بنتكلم لا فيه. انا بقول لحضرتك ان المعارضه حتى مفروض هي تكون بتحافظ على الدم المصري. المعارضه النهارده بتدعو للمظاهرات والناس بتخرج عشان تقول كلمتها فعلا، لكن ما بتقدرش نميز الصالح من الطالح. وبعدين فين هيبه الدوله في الموضوع ده؟ طيب انا اشكرك دكتور احمد، كان يتحدث الينا من الشرقيه. معي حسام من شبرا الخيمه. اهلا استاذ حسام. اهلا استاذ زكريا. يا اهلا بك استاذ حسام. يعني هل 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 من حل لان تخرج مظاهرات تعبر عن اراء الناس في الشارع، عن مطالبها، عن المدافعين عن اهداف الثوره، وبحيث لا تحدث أعمال العنف التي تندلع في كل مرة تخرج فيها مظاهرات تقريبا؟ طيب بص يا فكرة، لو احنا خدنا الموضوع من البداية كده، أهداف الثورة كل لو في أي انقطع الاتصال مع الأستاذ حسام من شبرا الخيمة. معي الأستاذ عاصم من الفيوم. أهلا أستاذ عاصم. أهلا بك. يا أهلا يا أستاذ عاصم. أستاذ عاصم، ما رأيك في هذه المظاهر العنيفة التي تخرج في كل مرة تقريبا تخرج فيها مظاهرات؟ أنا عن نفسي من متابعتي للشاشات، أنا شايف إن الناس بأمانة، يعني أنا حاسس إن المجموعة اللي بتمارس العنف دول هم ناس اصلا اعتقد ان هم تابعهم، يعني تبع جبهه الانقاذ، تبع حزب الوفد. انا مش من حيث الاخوان خالص، لكن انا شايف ان الناس دي مجنده من قبلهم اساسا، يعني هم اصلا معمولين واقفين في وسطهم عشان يحققوا حته الفوضى ويقولوا ان مفيش دوله ومفيش كذا ومفيش كذا. بس يعني انا عن نفسي شخصيا بدات احس ان الناس دي اصلا تبعهم فعلا، يعني مش جايبين من بره، لا هم انا بلطجيه فقط، او يعني مجموعه بلطجيه هم ضامنينهم من صوتهم او ناس تبعهم
مجندين للتخريب ده. ولكن لم يثبت هذا أستاذ عاصم، يعني لم يخرج علينا أحد ليشير بدليل واحد على أن هؤلاء تبع جبهة الإنقاذ أو تبع المعارضة. ماشي يا فندم، أنا عمري ما كنت مجرم وأعترف بإجرامي، استحالة. لا، حتى يعني من حتى من الشرطة، حتى نعم. من الشرطة، حتى المقبوض عليهم لم يقل أحد إنهم تابعون لقوة سياسية معينة. ما هو لا، في وقت الظروف الحالية استحالة أنت هتقدر تفرق بين المجرم وبين، معلش أنا لما بطلع في ظهر، إحنا طلعنا مظاهرات ورحنا عملنا طالبنا بحقوقنا في وزارة التربية والتعليم، أنا مدرس على فكرة، ولقينا أنا لقيت واحد زميلي واقف في فرع الشجر، فرحت نزل قلت له دي بتسبح ربنا، لأن أنا جاي طالب مش جاي أخرب، لو الناس دي وطنية، الناس دي هم بيستغلوا جهل الناس وبيستغلوا فقر الناس وبيستغلوا حاجة الناس، إن هم بيدوهم فلوس وبيدعموهم وبكذا، بالله عليك انت شخصيا لو حبيت تطلع تتظاهر هتعمل اللي بيعملوه؟ بالتأكيد لا احد يريد هذا ولا يحب ذلك. طيب انا اشكرك استاذ عاصم، وصلت فكرتك، والاستاذ عاصم كان يتحدث الينا من الفيوم. سوف اقرا على حضراتكم بعض ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. فيسبوك حول أسباب طبعا العنف التي نتحدث بشأنها في هذه الحلقة. أحمد عبد الله يقول إن السبب جبهة خراب مصر، وأعتقد أنه يقصد جبهة الإنقاذ. عبد الرحمن أحمد يقول إن السبب هو فشل المعارضة وضعف الحكومة. سما الأرواح تقول علشان المرشد لم يحن على الشعب وأعطى أوامر للريس أن يتعامل بالعدل بين الشعب ويحكم بالعدل، وإنما يحكم للجماعة وبس. طبعا هذه بعض بالتأكيد، نحن طبعا نستبعد ما فيه سباب أو فيه ممكن يكون يقع تحت طائلة القانون السب والقذف. كريم محمود يقول انه سبب أقلية مش عارفة توصل بالانتخابات، يبقى لازم يهدوا البلد. أبو عبد الرحمن المصري يقول أيضا إنها الجبهة التي لا تريد مصلحة مصر، بل الكل يريد مصلحة نفسه فقط وإلى الله المشتكى. مصطفى أحمد يقول سبب العنف في البلاد هو وزارة الداخلية والنائب العام، لأن الناس عايزة حقوق الشهداء، ما فيش ولا واحد أخذ أحكام، كله براءة، وصفوة الشريف إخلاء سبيل بضمان محل إقامته. ليه؟ بيقول ليه؟ يعني آخر حاجة مفروض تتقال حسبي الله ونعم الوكيل. محمد سعد يقول أعتقد أن السبب الرئيسي رفضهم لآليات الديمقراطية التي، لا أعرف من يقصد رفضهم لآليات الديمقراطية التي تأتي بالصندوق، وإنكارهم لإرادة الشعب وحرية اختياره. هذا ما سمح به الوقت. شكرا لكل من شارك في هذه الحلقة، شكرا أيضا لكل من تابعنا فيها. بعد قليل عرض لأهم الأنباء، إلى اللقاء.